Ale rezado. Qinghao Sinewai. هذا ياباني. سيد مياجي شو بشوفك عم تعمل فكرك ياباني. اسمي تو. تو؟ ايه. اكبر غنجوني باليابان. دالي بشرفك تعال شوي بشوفي بس شوفي شو عم بيعمل. بشرفك شوف ها؟ لا بس لا هلا بتشوفها بس هلا هون شو عم تعمل هيدي شو؟ هون بنفرط الزيت مدام. شيف انطوان. ايه. اوكي. اوكي هلا عم نعملها بسرعه عم نعبيها كلها. ايه. برافو. ارجع انا كثير منيح بطبخ. شو بتطبخي؟ نسكافيه. بطاطا مقليه. قهوه. ايه. بيض. بيض بتعرفي تقلي بيض؟ بطاطا مقليه. لا والله العظيم. قديش شاطره بالطبخ؟ كثير. مجدره عملت لهم مره بالبيت كبيتها دغري بعد ساعه مثل ما هي. طيب. نعم. طب عندي سؤال ما زالك انت عم تحضر الاكل هيك بس بدي اسالك شغله هلا هو مين اكثر شخص بتسمعه الاغاني تبعولك قبل يعني مين تستشيره باغانيك قبل ما تسجل او تنزلهم او تعملهم يعني اكثر شيء اول شيء ببلش بمحيطين فيي يعني اداره اعمالي اول شيء اوكي ريكو امين الشباب وبنرجع العائله بنسمع كلنا وباخر شيء بعمل انا لا بمزح بسمع كل الاراء وبشوف انه اقرب شيء على احساسي واكثر شيء جاب هيك طب حدا من اهلك مثلا بينتقد بقول لك ايه ايه امي اكثر شيء عن جد ايه بتقول لي اوقات انه مثلا هل غني ليك التاتش ليك ايه شايفه شايف ليك السمو يعني انا يوجولي بسمعها لامي واكيد هلا في ميوزك از ماي لايف يعني بدي اقول لهم ميرسي لانه واقفين حدي وهن عم بيختاروا وهن عم بيقرروا طب بس يجيكي مثلا نص تمثيلي هذا انت أكيد انت القرار عندك اكيد انا القرار لإلي يعني بدي اقرا كل سكريبت بدي اقرا دوري دور كل الممثلين وبدي احب القصه وبدي احب دوري لحتى اقول اوكي ريحه سمك ناي سوشي بيقولوا له سوشي يا سوشي شو جيتوا على الريحه سمك ناي شو سمعتك قلت سمك ناي هلا شايده شو اسمها زوزو بتعرف شو هي هاي اللي عم تعملها هيدي اسمها شو اسمها هيدي ما بعرف بس ليك شوف بشرفك شوف ها طيب شو في بقلبها هلا رز في بقلبها صومه رز شو بتعملها لك كيف تطلع بتعمل لي وحده بس ما تحطها هيك برافو ها هيك كريسبي يا كريسبي هيدي ايوه كريسبي برما هيك لا بس شغلي ها منك هين بشرفك شوف والله منك هين وما نقصها نحن نقصها هون دغري خبريني كيف كانت حلقه بيت الكل كثير انبسطنا بتخيل من احلى الحلقات يعني اللي عملتها بحياتي اعمال معروف دغر لي اياهم تكرم عيونك أدل زدي لي هذا الشيء على المنيو ايه ايه شغل حلو ليك بكره بركي بنعطيه لمعلم وجيه هلا منيحه بشرفكم بشرفكم شوفولي انا مره عملت الله معلم عملت بالبيت سوشي مره فكروني طلبن عم تمزح والله عظيم بس لا فظيعين شوف شو عم بتسري عن جد أوكي. برو خلينا نجرب بعبيد ليك 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 عن جد برو ولا برو شو بدك بهودولي جد برافو لحظه هيدي روق هيدي انا هدوء عامل بلا هونيك بس هدول رح اخذ فيهم طب فينا ناخذ البلا من هلا بس تحط لك اخر تاتش بس انا تعالوا نجرب بعبس انه عنده حفله قرب يا عبس قرب شو لحظه مره لا العصفور ما بياكل سمك ناي قبل حفله طب تعال باكل قرب يا عبس قرب عصفور دوق هاي روق قرب قرب دوق وحيات الله معلم بشرفك ما بياكل هي شو دخلها فيه قلت لك فكروني طلبهم والله عملت بالبيت سوشي طب لك مره ايه انا بحب المطبخ انت ما اشتهيتي بلا اكيد بس هيدي ايش اسمها هيدي كريزي كاليفورنيا اها والله كريزي كاليفورنيا ها طيب في طيب ابروق شوي لأ عم بتضلك بالجيم مثل ما عم بعرف بعمل سبور كثير قديه عم تعمل كم ساعه يعني في ايام بعمل 3 ساعات 4 ساعات ايام بس العب باسكت وهيك مع الجيم بيطلعوا 3 ساعات والله برافو حتى ليله كريسماس انا شفت لك شيء ستوري بالجيم مزبوط نهار كريسماس بالنهار عملت سبورت عشية اقدر اكل عم تمزح هيك حرقتهم قبل ما هيك تحسبها 100% عم تمشي بصير نهار يلي بيكون في عشاء مثلا ليك 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 وين هيدي ايوه مزبوط ليك شو قصه الدولاب هيدي ما كنت افهمها ليش الدولاب. شو الفكره الدولاب صاروا يحملوه انه شو الفكره هيدا بيحرك كل الجسم يعني هيدا كثير حلو لانه على الرمل بتعمل سكوات بترجع بتحمل دولاب بترجع بتدفش يعني كمان تحرك اجرين وبطن وايدين وكل شيء يعني انا فيني استعملها وين وشادي؟ هون هون شادي انت مالك الدولاب زوزو بعد لانه في وراك ال معقول شيء شيء تريح خبريك منيح ازبط لا بتلعب سبور اهين
ده بدكم نعمل لا رهيبة بعد. شادي ايه هيني ما فيها شيء هيني ايه انت بتعمل حبلة ريان كمان ريان اوه لك ريان حبلة بلوتوث طب لحظة انت لقيت ماسكات وين الحبلة ما بتشوفها على الصراع هات حلوة انت رومانسي كثير ايه طبعك رومانسي يعني منيح بس كون بعلاقة حب كون رومانسي طب بس كون اذا كنت بعلاقة حب شو ممكن شو اكثر شيء مجنون ممكن تعمله للحبيبة مثلا تفكر عامل شيء مرة تفكر شو جانن خوتين مش كثير لا بعمل اشياء ما بعرف اذا بجنون انه هيك اشياء العادية عيد ميلاد فالنتاين كذا بس انه بجن فيها مش كثير يعني شوي بصير في كمشة معدة وغرام وهيك قصص بالغرام صايرة معك حسسها شي مرة يمكن باركي بس مش كثير انا على فكرة هلا وين بدك تحسها هلا كل وقت كيف على السبورت ضل كمشة وضل شد بعدك عزابة ايه؟ نعم بعد ممكن نشوفك عريس؟ تفكر لا انا عم بقولوا لي الصبايا ليك الصبايا انتوا عم تقولوا لي لا؟ لا لا ليه لا؟ هيك ما بدهن ما بدهن ايه؟ ضل سينجل طب انه اعتبروا مثلا جوزيف اتجوز شو بصير فيك؟ شو بتعملوا؟ بتتضايقوا؟ بتتزعجوا يعني؟ شو بنعمل فيها؟ اه شو بنعمل فيها؟ لك انا بحب العائله عادل بحب هلا عم ينزحوا الصبايا رح اكيد عملت لي اكيد لا بحب ان شاء الله اكيد بكل شيء بوقته حلو بس انا شخص بحب العائله وبحب يكون عندي اولاد واسس عائله بس بتفكر فيها هلا عن قريب ولا انه عمالها تجي ما هي ما تيكون في شيء يعني في واحد شاب ذكرني مشبر فيه قلت له مره عم خبر قلت لك انا على 33 بدي اتجوز قال لي شو هي بروبلم مات يعني انت بتقرع 33 بركي ما تعرفت على البنت هي 33 مزبوط ايه وهي تتصير شغله يعني حسب اي وقت هلا من انت وصغير بالمدرسه كنت محط انظار مثل ما بعرف ايه بالمدرسه كثير كنت يعني انت كنت عايش النجوميه من انت وصغير والمدرسه وهيك صح كنت بالمدرسه كنت فنان المدرسه اذا بدك يعني اوكي على الميلاد عم بغني على عيد الام عم غني عيد الاستقلال عم غني عايد المعلم عم بمثل على طول يعني كل شيء مناسبه خاصه بالمدرسه باي مدرسه كنت بالمعهد الرسل جوني الابوتر الابوتر يعني نعم اه اوكي الابوتر فكنت وغير هيك ما بعرف شو كان يعني ما بعرف شو كان ما عايز بحق لي انا احكي يعني بدك تشوف اصدقائي بالمدرسه يحكوا كنت محبوب نوعا ما بالمدرسه يعني من التلاميذ من الاساتذه حتى بعدك محبوب اسم الله عليك لانه كاريزما حلوه كثير الله يحميك خلينا نشوف هذا الفيديو يلا علم لبنان رمز الوطن سلمناه وديعا من اللي سبقونا ومنسلمكم ياه امان الاجيال اللي جايه هيدا رمز الوطن الحبيب عرفوا انه ما عنده وطن ما عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل سلموا العلم خلوه عالي مرفوع خلوه يضل يرفرف وحده بسما لبنان جيبونا ارشيف حلو كثير بس تعرف شغله بعد ما طلعت دقني هون ايه هون اي بال 2005 تخرجت بدي 2004 دخلت 2004 2004 2005 يمكن كنت ماستر 2005 ل 2005 ايه كوتش هادي كان معي مين كان معي انا بعده بسنه انت يانوسك يا صغير انت ألفين وخمسة هو تخرج أنت تخرجت من بعد جردان 2006 2006 بالألفين وخمسة تخرجت من المدرسة من الأبوت نعم ودخلت على مدرسة تانية هي ستار أكاديمي صحيح ستار أكاديمي تخرجت منها كمان نجم مزبوط وبعدنا لهلأ بعدك لهلأ حافظين الحمد لله بس الحلو فيك إنه يعني في كتير تخرجوا من كتير برامج مثل ستاراك وهولي نجموا بس رجعوا خفوا يعني ما عاد سمعنا صوته في كثير منهم انت لا من الناس اللي نجموا ومكفين اسم الله برافو عليك الحمد لله الحمد لله ليك عادل
منيح انه واحد يعمل اسم بطريقه سريعه او يكون عنده وجود فني بطريقه سريعه، بس الاصعب انه تكمل هالخبريه وتضل مستمر. والاستمراريه مش هينه، لانه الفنان وانت بتعرف كل شخص بدومين الفن كان بالغناء او بالتمثيل او بالتقديم، يعني على الانظار على طول في نزله وطلعه، مش على طول ستابل، يعني مش على طول اليوم يومك انه تكون انت نجم الساحه ولا العكس، بس في نزله وطلوع. بالوقت النزله بدك تكون ذكي، تعرف تتاقلم مع هالشيء، وتعرف انه في ناس بدها تيجي بعدك، وتعرف انه في ناس بتغني غيرك، والساحه مليانه. فهيدي شغله بشكر الله انا المحيطين فيي، ان كان اصدقائي وعائلتي او اداره اعمالي، كان لهم دور كثير كبير انه اعرف هالشيء وكون واعي له. هيدا الموضوع هلا بنحكي عنه، بس خلينا نشوف هذا الفيديو. في شيء فضايح؟ مش فضايح، بالعكس. شيء من شكلنا القديم. بدي اشكر من كل قلبي كل الشعب اللبناني وكل الشعب العربي، وان شاء الله اكون عقد المسؤوليه اللي اعطيتوني اياها. راجع يتعمر، راجع لبنان. تحيه كبيره لكل اهل لبنان، من شمال لجنوب للشرق للغرب. حلوين قديه، حلوين اللحظه الايام. رجعتنا قديه، 15 سنه يمكن، بس قديه حلوين. واو، عن جد انا اذا بحضرهم بنسى شو صار بوقتها. عن جد شيء كانه مش انا، لانه بتعرف طالع من مطرح ما بتعرف شيء عن ناس متلاقيين البلد، وكانت صارت حالي بلبنان مش طبيعيه. ف عندك شوكينج بنفس الوقت وهيك وحلو. الحلو الكل عم نحكي عن نجوميتك كيف كفت، اهم شيء الاداره. الاداره اليوم انت اداره اعمالك أمين أبياغي، أمين أبياغي ستار سيستم، وريكو، كل ريكو وتاتيانا وغورو وكل الشباب اللي بيشتغلوا معنا بستار سيستم. بدي عن جد بوجه لهم تحية لأنه شاطرين، بالإضافة لأخواتي بيشتغلوا معي. أكيد الله يخليك إياهم، سليل وأنجل. سليل وأنجل، من الصور كان في صور. أنا عرفت إنك بتقرأ كثير، ها؟ إيه. قد إيه كم كتاب بيلحق بالشهر؟ هلا نسبة للي بيقروا لا، إنه مش في ناس بتقرأ كثير، أنا كتاب يمكن بالشهر. بتقرا بالتواليت ولا بال لا احسن مطرح لقراية انا عندي الطياره، بالطياره بس كون مسافر. يعني هلا اخر سفره قريت شي 3 كتب تقريبا. طب وشو اغرب موقف صار معك على الستيج؟ على الستيج؟ ايه اوه بلاوي صار معي كثير قصص. بتور امريكا مثلا شو صار؟ هلا ربطتها بالحمام، قصه الحمام. إيه؟ مره كان عندي تور امريكا، وين كنا؟ شي ولاية من الولايات، عم غني أنا على المسرح وانحشرت بتفوت على الحمام. عم تحكي جد؟ يا بتصير هيدي؟ صارت وبشكر المايسترو جوني جرجورة الموجود والشباب موجودين معنا. كيف فديت هذا الموقف؟ كيف تعطى؟ كانت بنص غنية. عن جد مزبوطة الخبرية، ثاقبت إنه دبكي يعني. إيه برمت على جوني، قلت له جوني هلكوا للمزمار حرقوا. ايه عمل لي شو في لا كذا، قلت له راجع شو دام. كمل شي 5 دقائق مضبوطة الخبرية، يعني الناس عم تدبك. رحت فت على الحمام ورجعت بريك، ما حدا انتبه. كملت السهرة عادي وكله. يلا برجع لكم انا. وين رايحة؟ فت على الحمام. هو ما في بارارارارا، وين رايحة؟ مرقة للخبرية هيك مرقت. يلا بنروح الحمام.